كل عائلة فيها زوج بزاوج صغار وبهم وامهم، فهذوك البزاوج الصغار دايما ما دارزين هي ويروحوا عند بهم يشتروا كرهوا يحكمهم. واحد النهار قداهم صوت قال لهم سمعوا، قال لهم انا الرئيس منكم الحكومه، كي تخصكم حاجه ولا تصرى حاجه روحوا للحكومه ما تجونيش انا. المهم قداهم صوت صايب تركوا ديك العاده، حضرت اي مشكله يعيطوا لهم الحكومه. هي في يوم ما زوج بزاوج هذا كاين واحد كبير واحد صغير، هذاك الصغير فيه طبيعه، كانوا رادين في الليل فيه طبيعه بان على خوه بان عليه خوها يفوت لا يفوت لا، قال والله العظيم نروح نشتكي به الحكومه. هاجا يجري خلى الشمره تاع باه وامه باه يخبر الحكومه، القاه في وضعيه كذا منا مشي هي بالعذاب ولا عند خوه. سقسى خوه قال له اش قالوا له؟ قال له اسكت اسكت، قال له الرئيس راه فوق الحكومه والشعب راه يقولوا على بعضها وحديث قياس. قال له ارقد، قال له ارقد دمتم